طبعا هناك واحد نقاش علمي وعالمي على الجرعة الثالثة، واش ضرورية ولا غير ضرورية، واش ضرورية للجميع أو لبعض الفئات، وشكون هما الفئات اللي يمكن تكون لهم ضرورية، والتوقيت ديالها. باش نجاوبوا على هذا السؤال كيخصنا نذكروا بأن كاين فرق ما بين الجرعة الثالثة لا تخوازيام دوز وما بين التذكير لو غابيل. التذكير حاجة أخرى، كنعرفوا حنا اللقاحات بشكل عام سواء عند الكبار ولا الصغار، سواء كوفيد ولا غير كوفيد، ولا ديال الأطفال الصغار بوحمرون ولا غيرهم، ولا ديال العوية ولا أي أمراض أخرى، بلي اللقاحات عندها واحد المدة ديال الفعالية اللي مع الوقت كتبقى تنقص، وبالتالي باش نحافظوا على ذاك المناعة ملي كنكونوا محتاجين نحافظوا على المناعة كيخص التذكير، إما بعد سنة، بعد 5 سنوات، كاين بعد 10 سنوات عادي يمكن يكون تذكير، ولكن التذكير كيكون لو غابيل، كيكون باش الذاكره المناعيه تجدد من جديد ومستوى الحمايه كيرتفع. بالنسبه للجرعه الثالثه هذا الموضوع اليوم مختلف. اذا بالنسبه للجرعه الثالثه الموضوع مختلف، علاش؟ ملي بدات تلقيح ضد كوفيد 19 دابا هذه تقريبا من شهر 12 في بعض الدول، من شهر 1 في الدول الأخرى وفي المغرب كذلك، كانوا جوج ديال الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أنه الناس اللي عندهم السن كبير بزاف أو اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي كتأثر على المناعة بحال السكر، التونسيون، سرطانات ولا أمراض أخرى اللي كتأثر على المناعة، لوحظ على أنه مع مرور الأشهر المناعة ديالهم كتنقص الاتجاه ديال الفيروس ديال كورونا. هذه أشياء معروفة، أنه إحنا كنعرفوا بلي الناس المسنين اللي عندهم أمراض مزمنة التجاوب ديالهم ديال اللقاحات ما عمره كيكون بنفسه بحال الشباب. مثلا إلا خدينا الإنفلونزا الموسمية، ملي كنلقحوا الإنسان اللي عنده 75 سنة فما فوق أو 70 سنة فما فوق، أن التجاوب كيكون في واحد الحدود ديال 40%. ملي كنلقحوا الشباب ديال 30 ولا 35 ولا 40 سنة التجاوب كيكون 70 75 حتى 80%. إذا كنعرفوا على أنه الجهاز المناعي ديال الناس المسنين واللي عندهم أمراض مزمنة ما كيتجاوبش بشكل أمثل مع اللقاحات، وكيكون تجاوب جزئي. هذا الشيء في كوفيد كذلك نفس الشيء، لاحظنا بأنه الناس اللي عندهم هذا السن الكبير واللي عندهم أمراض مزمنة اللي كتأثر على المناعة ملي كياخذوا اللقاح ديالهم الجرعة الأولى والجرعة الثانية، من بعد واحد المدة كيتم كتبقى تنقص هذه المناعة ديالهم. كما لاحظنا الملاحظة الثانية على أنه مع ظهور متحورات، كانت سلالة الأصليات، سلالة ألفا البريطانية، بيتا، غاما، دلتا، ألفا، بيتا، غاما، دلتا، هذا الهندي اللي منتشر دابا بشكل كبير، على أنه هذه المتحورات كل ما كيظهر شي متحور كيكون كينقص من الفعالية ديال اللقاحات، كيأثر على الفعالية ديال اللقاحات. بالتالي الناس اللي عندهم هاد اللقاحات ملي كيظهر واحد المتحور جديد كتكون عندهم حماية ما كملاش بشكل كبير بحال اللي كانت في الأول. إذا الخلاصة اللي كانت هي جوج الحاجات، عندنا هاد النقطة الأولى ديال المناعة عند الناس المسنين وغيرهم، والنقطة الثانية عندنا الظهور ديال هاد المتحورات اللي كتأثر على المناعة. فهنا كان الأبحاث اللي كتقاسوا فيها المضادات الأجسام في الأجسام ديال هاد الناس هادو بالنسبة للسلالات كلها، وتبين بأنه فعلا المناعة كتنخفض، رغم أنه المناعة ما كتجيش فقط عن طريق لي زونتيكور أجسام مضادة، كاين حتى واحد المناعة خلوية، واحد ليمينيتا سيلولار اللي حتى هي كتبقى مشتغلة. ولكن اليوم كاين واحد تقريبا إجماع عالمي على أنه بعض الفئة الناس بعدا، الناس اللي عندهم مثلا سرطانات، الناس اللي عندهم تزرع اللي عندهم بعض الأعضاء، الناس اللي عندهم الأعضاء في الجسم ديالهم، الناس اللي عندهم كيديروا دياليز ديال التصفية ديال الكلي، هادو ناس محتاجين جرعة ثالثة بدون مناقشة وفي أي مكان في العالم. كيبقى السؤال الآخر هو واش جميع الناس اللي عندهم من 50 سنة أو 60 سنة فما فوق، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، واش لقحوهم جرعة ثالثة ولا لا؟ هنا فين كاين المناقشة. إذن بالنسبة لنا في المغرب الناس اللي عندهم الحاجة القصوى للجرعة الثالثة، الناس اللي عندهم سرطان ولا عندهم تصفية الكلي ولا غيرهم، هادو كنظن باللي الآن النقاش محسوم، خصهم ياخذوا الجرعة الثالثة ديالهم. بالنسبة للنقاش الآخر ديال واش الناس اللي عندهم 50 ولا 60 سنة فما فوق، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كلهم نزيدوهم الجرعة الثالثة بطريقة يعني سيستماتيك ولا لا، هذا كيخضع لجوج الاشياء. النقطه الاولى، اولا كنتسناو مزيد من الدراسات اللي كتبين الاهميه ديال هذه الجرعه الثالثه والضروره ديالها. الدراسات كاينه ولكن بقى في البدايه ديالها، بقى دراسات ماشي شامله.
إذا إحنا في انتظار هذه المعطيات العلمية. الحاجة الثانية، المشكل اللي مطروح هو مشكل ديال لا عدالة توزيع اللقاح، لأنه الدول طبعا إلا بدات كدير الجرعة الثالثة لهذه الفئات كلها بطريقة منتظمة للجميع والأطفال 12 سنة فما فوق وغيرها، هذا معناه باللي أنه دول أخرى في العالم غالبية سكان العالم ما غيتوصلوش باللقاحات لا في 2022 ولا في 2023، وهذا غادي يطرح مشكل كبير، ماشي غير مشكل أخلاقي ديال لا عدالة توزيع اللقاح، لا، أكثر مما هو لا أخلاقي هو مشكل ديال محاربة الجائحة. إلى دول واخا تكون عندها 100% ديال الشعوب ديالها ملقحة بالأطفال بالمسنين بكلهم، ودول أخرى فيها الفيروس كينتشر بسهولة، راه غادي يظهر متحورات جديدة، وستظهر متحورات جديدة للأسف أكثر خطورة وأكثر انتشار وأكثر خطورة وتأثير، ويمكن ما تبقاش كتنفع معها هاد اللقاحات الجديدة اللي كاينة، وبالتالي هاد الدول اللي لقحت السكان ديالها واخا يكونوا كلهم غادي تضطر انه تدير الاغلاقات من جديد ودير احتياطات من جديد وتقلب على اللقاحات والتطوير ديال اللقاحات من جديد. فاذا النقاش اللي كاين الان بالنسبه للناس اللي عندهم الحاجه القصوى لهذه الجرعه الثالثه خص تعطى لهم هناك، ولكن ما تعطاش للجميع، الناس اللي عندهم 50 سنه او 60 سنه او عندهم امراض مزمنه. احنا كنتظروا الدراسات تكون اكثر يعني فيها دراسات بالدلائل اكثر وبمعطيات اكثر، وكذلك خص نوازنوا ما بين هذه الحاجة لحماية ديال هذه الفئات داخل المجتمع اللي عندهم حماية جزئية نحميهم حماية كلية، وما بين الحاجة أننا الناس اللي ما محميش بصفة نهائية اللي عندهم ما توصلوا حتى شي جرعة كيفاش يمكن لنا نعطيهم واخا غير ديك الحماية الجزئية. هذا التوازن هذا ضروري من أجل المحاربة، هذه العدالة هذه ضرورية من أجل محاربة الجائحة والوقف للجائحة عالمياً.